بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد قاسم الحداد. الله يسلمكم. أنا بنيت بيت عربي كامل بجميع مستلزماته فوق سطح البيت اللي أنا عايش فيه. طبعا بدايتي كانت من الوالد طبعا من سنين وهو يجمع تقريبا من السبعينات، وأنا كملت عليه لأن بنيت البيت العربي اللي أنتوا تشوفونه حاليا. طبعا البيت مساحة البيوت القديمة تقريبا 120 متر، وبرا عندي الدكان والحداد. طبعا الدكان من أهم الشغلات اللي كانت موجودة بالوقت القديم أنها تبيع جميع مستلزمات البيت الكويتي، من البهارات، اللومي، العيش، حب الهريس، الحلويات، شغل الأطفال، المميات، المصاصات، حليب الأطفال، حتى الألعاب كانت موجودة داخل الدكان. عندي طبعا الحداد نسبة إلى مهنة أجدادي وأغراضهم اللي كانوا يشتغلون فيها جبتها عندي بالمتحف. طبعا هذا خارج البيت، وداخل البيت عندي طبعا بيت عربي مكون من ليوانين ودار الحجية اللي فيها أغراضها اللي هي مكينة الخياطة والكبتات الخشب القديمة، وعندي الديوانية وليوانين والجليب والمطبخ، يعني بيت كويتي قديم. طبعا حبيت اغتني الشغلات اللي استخدمت داخل البيت الكويتي او استخدمت داخل الكويت يعني فترة مثل ما نقول الاربعينات، وحاولت يعني بقدر المستطاع اجمع الشيء اللي انا اقدر عليه. بالكويت حاليا بيوت قديمة ما في، فالواحد بقدر الامكان انه يجمع الشغلات اللي كانت موجودة داخل البيت الكويتي. وايضا عندي مقابل البيت معرض حق المقتنيات الموجوده عندي، الشغلات اللي تزيد اللي احطها داخل البيت اللي عندي العربي، وشغلات زياده احطها داخل المعرض. مثل ما تشوفون عندي المطارات منسر، الملبس بانواعها واشكالها والوانها المختلفه، الصفر طاس، الروادو باشكالها المتنوعه، السراي، التليفونات اللي استخدمت بالكويت قديما، البشتختات، يعني من ساعات، ميداليات، المطارات القديمه والصواني. وانا اعشق اكثر شيء طبعا اللماعين اللي استخدمت بالفتره القديمه، مثل الكاب واسد والنكشات هذه روميو وجولييت اللي استخدمت، احرص اني اقتنيها. وعندي طبعا شغل الحداد اللي كان يشتغله، مثل اللي كان يسوون السكاكين القديمه والكفوله والكلبشات اللي يستخدمها حق الشرطه، العملات القديمه سواء اللي استخدمت داخل الكويت او بالخليج، احب اجمعها، المفاتيح الكبيره والصغيره باشكالها المتنوعه، الساعات اللي استخدمت بالكويت عندي مجموعه كبيره ومتنوعه، الملبس مثل ما تشوفون بالالوان المتنوعه، وعندي المباخر الكويتيه موجوده عندي باشكالها واحجامها. والمكان طبعا مفتوح للجميع، نتشرف بزيارة الكل عشان تشوفون ماضي أجدادنا وآبائنا وحياتهم البسيطة شلون كانوا عايشين بحب ومودة بينهم وبين جيرانهم. طبعا من مميزات مبنى البيت الكويتي أنه
يمعة أهل البيت دائما تكون بالليوان قاعدتهم، يعني مو كل واحد قاعد بغرفته، لا العائلة دائما تتجمع بالليوان، أكلهم وشربهم وسوارفهم وزوارهم وذيوهم قاعدتهم بالليوان، وانتشرت بزيارة الجميع.